شارك مئات الأطفال والنساء في مظاهرة بمدينة مصراتة بغرب ليبيا للمطالبة بتنحي العقيد معمر القذافي عن السلطة وبرحيله هو وأبنائه عن البلاد. وقد ندد المشاركون بممارسات القذافي ونظامه وقواته التي تحاصر المدينة وتقصفها من آن لآخر. وأكد المشاركون في المظاهرة أن الثورة ستنتصر في النهاية مهما طال الأمد، وحثوا المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط على القذافي حتى يتخلى عن السلطة وتعود